الملك في المشاريع. فالكونسلتنتس اللي بيشتغلوا ايه؟ او الكونتراكتورز اللي مش هيكون قادرين ان هم يساتسفاي الريكوايرمنتس بتاع الحكومه مش هيشتغل معاهم في المشاريع. ده ممكن تكون كانها اوبورتيونيتي ان اللي ما ابتداش لازم يتجه النهارده اليوزرز الموجودين قدامنا اللي عندهم خلفيه عن الدوله. لكن زمايلهم في الشغل مش موجودين they can be the better champion in their organization. They can start doing it. They can start the role to keep it going. وهم هيكونوا بيجيب اللي change the organization بتاعتهم في الاكسبيرينس اللي خدها. ونتمنى ان احنا النهارده نجيب نبذه عن الليدرشيب الموجوده عشان تقدروا بعد كده في الشركات بتاعتكم ترجعوا وتكونفي ذا سيم مسج. طيب في تعديلات كتير قوي عايزين نفكر فيها هو بقى الحاجات الفرق ما بين البنك والكاد والبنفيتس ال 15 دقيقه اللي هي ابسط تعريف للنمو ده اللي متعرضه ريسك ان هو انسان انتليجنت موديل بيز بروسس. اوكي؟ يعني موديل بس انسان انتليجنت. الانتليجنس جاي منين؟ جاي من الحقيقه من البحر. كل البيب اهميته كلها في الاي اللي موجود في مصر الانفورميشن. قد ايه معلومات تقدر تاخدها من الموديل؟ وقد ايه المعلومات دي لازم تكون اكيوريت وهتفيد كام ديسيبلين في المشروع من اول ما يكون كونسبت لحد ما بيوصل للاوبريشن وهاند اوفر. فهي كونتينيوتي عشان كده هو كونكتد بيرف ودي الحاجه اللي اوبتمست دايما بتركز عليها ان لما اعمل موديل هتساوي ستيج وهنشوف مثلا في الاركتكشر اللي هو بعد كده لما بعمل كونسبشوال موديل بدون تسميه بدون تسميه برودكتس ثانيه وسكتش اب لما اجي اروح على الراجل ما فيش الموديل. انا عايز اكمل على الشغل اللي انا بنيته اروح للريفر ابتدي من الريفر. فلو غيرت الموضوع كمان في الكونسبت الدوري جدا ينفع كمان اعمل ابديت للريفر من الليتست تشينج. هبقى ايه 100% يعني بيتكلموا بعض احنا مش هنعمل اي حاجه بنفسنا بالتاكيد لا. لكن اتليست نوفر عليك 80% من الوقت اللي انت محتاج تضيعه عشان تحاول الموضوع ده كريفرنس او تتفرج على الكتاب وتبتدي تعمل عليه تريسنج. النقطة الثانية اللي لازم المعلومات دي تكون accurate, actionable, and accessible. دول الثلاثة differentiators اللي موجود في اول الناس البرودكت اللي احنا من اول يوم عرفنا عليهم ازاي برغم ان احنا كنا بنقول من اول يوم من اكثر من 10 سنين ان هو ده التعريف لكن احنا ما كناش نعرف لكن النهارده احنا حطينا شوط كبير جدا من ناحية الاكسسبيلتي ازاي لما يكون عندي موديل وهنشوفه ده متعالجين النهارده لوحده ازاي الموضوع ده ممكن اي حد يفتحه حتى لو هو في المواقع ما عندوش الوقت ويتعامل معاه كانه طبعا مش هيغير مش هيغير حاجه بس يقدر يعمل سكشن يقدر يشوف البروبلمز بتاعته يقدر يحط كومنت وهو واقف في المواقع يبعته للديزاينر في المكتب يقول له في حاجه غلط هنا او احنا محتاجين نغيرها او ليه كده ده شكله في الموقع هيفتح الموديل ويفتح الدوكيومنت او الشيتس اللي طبعا مهمه. طيب بسرعة الفرق ده ما بين التو انفايرمنت رقم واحد لو قلت لك مشكلته ان هو لاين لو بصينا على اللوك اهي ده في لوك ممكن تعملها في ريزم وتطلعها في لوك ايه الفرق ما بين الباب والحيطه ولا حاجه الاثنين في لوك الفرق الاساسي ان اللي هو محطوطه في لاير اسمها دروس والثانيه محطوطه في لاير اسمها وول من بينهم لونين مختلفين. لو غلط شلت الباب ده وحطيته في الباب بتاعت الوان هيقول لي لا هيفضل هو جواه والوان علشان اعرف الالمنت دي في الاوتوكاد لازم احط لها تاج التاج ده بيكون مالي بقول ان ده دور الفاير بتاعه ايه. دي المشكله الاساسيه لما بتعامل مع الريزم بتاع الحضارات عارفين كل حاجه هي اوبجكت والاوبجكت هو انتليجنت الوول بتتصرف بشكل مختلف عن القلم بتتصرف بشكل مختلف عن الدور لان 3 دي فاميلي وراها كل المعلومات المطلوبة للإليمنت اللي هتساعد في الكونسبت لحد ما ينزل للكونستراكشر في الموقع. لو حطيت حيطة وقلت إن الحيطة دي أركتكشر مجهول مش هتشتغل معاك في الكونستراكشر أناليسيس. لو عملت العمود نفس القصة. كل حاجة عارفة تجربها كويس أوي في الآخر. ولما تعملها في 3 دي بيكون الفرق الأساسي إنك لما بتشتغل على موديل بتطلع كل اللوحات تغير بليفرز او اوت بوتس من الموديل بنسميها باي بولر كونكتيف موديل ان هم في الحقيقه مجرد جيوب للموديل مش اكتر من كده. لما كل ما نسينا اول ما دخلنا في اعدادي يقول لك فاكرين ان قاعد يعلمك حاسس ان هي كذا في حاجه المكنه دي بتيجي دي والفورم جاي منين ونقعد نرسمه ونعمله بالمصري يعني انت اصلا ابتديت تخريج
الدكتور لا انا عندي ريليشن وعندي جدول كميات بسيط قوي عامله في الاول. هنا انا بوري ازاي الفرق ما بين ان هو 2 دي فلور بلان ده هو اكشن جاي من 3 دي. انا حولت الموديل بتاعي على 2 سيكشن و 3 دي بس ده بيكون متخصص من فوق على كل اورجن. ودلوقتي انا شايفه في 3 دي. لو اخترت الالمنت هو الجول بتاعه البروبلمز بتاعته ظهرت هنا بالكامل هتعمل له هايلايت في 2 دي فلور بلان، هتعمل له هايلايت في الاليفيشن والكميات بتاعته في كل مره. تعالى نفترض ان انا هغير البال ده بنوع تاني لاي ديزاين تشينج. مثال بسيط بس هو في حاجه بتقول هو ايه هو اللي بيحصل. هنغير الدور ده لتايب لدبل دور مثلا. ودي مثلا اتعمل له ابديت في الفيلد وعمل له ابديت في الفلوب بلان وعمل له ابديت في الاليفيشن وفي كل سكشن اي مكان لو نفس الالمنت ده ظهر في 100 مكان هيتغير لان انا غيرت في الفيلد موديل او انا غيرت مش واحد من كل شيء. نفس الوقت غيرت الكميات بتاعته فانا بقى عندي بروجكت كنترول افضل مش محتاج اعمل تحقيق لكل حاجه بشكل منفصل. هنا بس بعمل ما بقول اوبشن اللي يمكن لو حد مستمر ورجع فيه جماعه الاوتوكاد يبتدي يحس بالفرق ما بين ده وما بين الاوتوكاد اللي هم شغالين عليه مع بعض. يعني انا ديزاين مانجرز برضه بيشوف ستارت اب بيشيل التكنولوجي. الموضوع مش بس الكميات الموضوع برضه مربوط بالدايمنشنز مجرد ما بغير كلمه المكان والدايمنشنز هيتقلعها. والباور اوف 3 دي فيجواليزيشن طبعا اول بنفت قبل ما اقولها لما جم كلمت كونسلتنت قالوا انا فاهم البروجكت بتاعي عامل ازاي لو محتاج اديك فيدباك مش هستنى للاخر لما اطلع لي 3 دي ماكس موديل برو اتس فيري نايس اند فيري باورفل بس ملوش علاقه بالديزاين في الحقيقه. هنا الريد موديل في ايرلي ستيج هو الديزاين الفيجواليزيشن. المشكله في الاوتوكاد زي ما قلنا من الليل او الاي في الليل هي اهم حاجه وهي الاوتوكاد كل حاجه هي ليميتد بروبرتيز اخرك انك تعرف اللير مين اللير كلر بس حتى على مستوى اللير ما تعرفش خالص. في البيم بقى انت عندك الفاميلي تايب عندك بعض المعلومات بتكون موجوده على كاتيجري معين ابواب اطار الشبابيك بعد كده بتدخل على تايب معين بعد كده بتدخل على الانست ممكن يكون عندك ايلمنت واحد نفس الفلور نفس شكله بس تيجي على الفاير ريتنج تحط له حاجه مختلفه يكون الفاير ريتنج بتاعه معين فالـ power of information اللي موجودة في الـ main model وفي الـ record model is almost very detailed. طيب. بيكون في النهاية هنشوف الـ style اللي جاي هنشوف الـ use بتاعته اليوم. طب أنا بنيت الـ model وطلعت اليوم الـ construction documents بتاعتي. ايه دي تشتغل على الله يسلمك؟ احنا قلنا الكميات هتطلع عباره من الموديل اتكلمنا ان نقدر نعمل structural analysis من الموديل نفسه لان structural analysis بيطلع من الريتد موديل تاني كسكند موديل مع الفيزيكال موديل نفسه رغم ان هو بيكون منفصل بقدر اعدله بدون ما اثر على الفيزيكال موديل بذاته بقدر اعمل energy analysis lighting analysis عشان اعمل optimization للبيلدنج بتاعي مش مجرد اعمل documentation بس انا بفهم البيلدنج بتاعي والموشن او البروجكت هيشتغل ازاي في الحقيقه. فبقدر اعمل اوبتمايزيشن مثلا للدي لايتنج اناليسيس لو محتاج احط ستار لايت في مكان هتاثر ازاي. في الاخير بقدر اطلع الفيجواليزيشن انترنال اكسترنال من نفس الريفت موديل ده من نفس السين او الستاتيك سين لو بعمل اعمل ريندر او باخد الموديل كله واحوله لفيرشوال رياليتي زي ما هنشوف في السيشن بتاعت الارتكشر وورك فلو ان دوبلكس من الريفت بقدر اعمل اميرسيف فيجواليزيشن لكاي ستيب انسايد للديزاين. حط الـ VR وتشوف البروجكت كأنك واقف جوه مصر. السؤال هنا قبل ما أكمل يا جماعة اللي ممكن يكون لسه بيشتغل على الأوتوكاد، هل الأوتوكاد يقدر يعمل كده؟ قد إيه الواحد بيتكلم عن كل ستيب من الستيبس كبير جدا، لو حصل تغيير واحد برجع عليكم الكلام ده من الأول. إذا أنا رجعت نقول لكم البنفتس ايه او شوف انا موافق على ان هي التايم سيفنجز وان انا هقلل الايرور هيكون هو ده نفسه. الناس اللي لسه مش فاكرش الفرق بين الكاد وده هو ده اكزاكتلي المين بنفتس الموجوده في التكنولوجي. طيب انا ممكن ده الفيديو ده انا حاطه بصوا دقيقه واحده للكاد مانجرز وموجود على اليوتيوب على فكره هو ماي اوفيس بس ده على اليوزر حطينا الاوتوكاد في كرييت فلور بلان تمام عن 15 دقيقه كان الفلور بلان اتعمل كام؟ احنا شغالين هنا في مش في 3 دي ده برضه بيوري اليوزر
15 دقيقه لما خلصنا الفلو الثاني هنا وصلنا لحد نص ساعه. طب لما عملنا نفس الفلو الثاني هنا طبعا في شرط تاكيد ان الناس الفاميليز او اللايفز كانت موجوده في الكي سيستم. نيجي بعد كده نعمل الليفيشن سيكشن ريموتال كنترول سيستم. يعني زي ما كنا عارفين كل الموضوع ده كان سيكشن طلعت الليفيشن بتاعي في الاوتو تاب وكان هو بيشتغل. كنت بنعمله من اول مفيش علاقه نهائي ما بين الرسمه بتاعت الفلور بلان والرسمه بتاعت الاليفيشن. النيم ده بيستحصل كمان لو حصل اي تشينج. السؤال البيج ده حاطه بالذات علشان السؤال ايه الداون تايم في البرودكتيفيتي لو حصل لو حولت المكان للبن؟ هل في؟ بالتاكيد هو في، اتليست في ليرنينج كيرف هنا. لكن الليرنينج كيرف مش كبير. ممكن تقعد وقت كتير قوي في الاول تبني النقطه دي. حاجه للديزاين مانجرز او الديزاين مانجرز يفهمها. اذا كنت في الاوتوكاد هتطلع اللوحه دي وليكن بعد ثلاث او اربع ساعات تيجي في اول يوم تلاقي نفسك مطلع لوحه. ممكن الراجل تلاقي نفسك قاعد اسبوع تاني بتشتغل عليه وما طلعتش اي حاجه. بس بعد الاسبوع ده كل اللوحات كمياتها هتطلع من اللوحه دي كلها. هتيجي في النهايه تلاقي ان الام خلاص في نفس الوقت بعد خلاص لوحات المشروع لو تكون اكسبيرينس يوزرز. بس تعالى الاثنين دول اللي انا عايز استفيد ساعتها هتعرف تطور البرنامج يكون بالاضافه لكل البرنامج. يعني احنا بنتكلم بس على الدوكيومنتيشن طبعا الاول وطبعا ممكن نجرب شويه دوكيومنتس ويا ريت يا بيو. طب ايه هو البيج موديل ان جنرال؟ البيلدينجز والانفراستراكشر ده باختصار طبعا عندنا الريفل ارتكشن والاستراكشر والمين اي كارير بوكس موجود جوه الاي سي كونكشن كل ديسيبلين دي اللي هي الكريتيف موديل بتاعه. الانفراستراكشر نفس الموضوع عندنا جي اي اس انفورميشن عندنا الاريال فوتوجرافس عندنا السيفل البايبس الاندر ووتر الاندر جراوند يوتيليتيز عندنا روت عندنا بريدجز كلهم مع بعض بيكونوا البيل موديل بيحط لك المشروع زي ما بتنفذ في الحقيقه ديجيتال. بتضرب كل الاعضاء على الكمبيوتر مش لما تنزل الموقع. تعمل تطور انك تكتشف كل حاجه حتى لو تعمل ديزاين تشينج فتغيره بقى الموديل بتاعك كده بتاعك. في النهايه ايه البيج برودكتس اللي انا محتاج استخدمهم؟ هل هم 10 5 ايا كان عددهم بنفس عدد الديسيبلينز. تو مين بلاتفورمز ريفل البيلدينج ديزاين وسيرفر 3 دي بلاتفورم الانفراستراكشر بروجكت ديزاين. طبعا في برودكتس ثانيه شغاله في الكونسبشوال ديزاين ستيج زي فورمز في البيلدينجز وانفرا ووركس في الانفراستراكشر. وايم شور يعني لو حد فيكم شافش الانفرا ووركس يو بي فيري امبرست باي ذا كابابيلتيز باي ذا كابابيلتيز اوف انفرا ووركس. تمام. طب ايه الميجر بيرفكتس بقى اللي شفناها؟ عايزين نرجع نقول واحده واحده التشالنج والبيرفكتس اللي هنشوفها. وبيجي ممكن اطبع على اي حد يقدر يفهم الاوضه حتى كان نفسه لو انا باخد لاين بيلي على شكل في البدايه وعملت على طول دي ار قاعده يبقى عندي كومبيتيتف اتش عالي جدا قدام الكومبيتيتف. مش بس كده الفكره كلها ان انت تقدر تشرح الديزاين بتاعك للناس اللي ممكن ما تفهموش لو هم مش اكسبرت مش مهندسين. كنت عامل مع اولر ممكن حد يكون عايز يكتب مستشفى ممكن يكون دكتور ما يهموش ابدا ان انت هتستخدم ليفل او تستخدم الكاتشر السبيسنج بتاعك مش هيفهمني ازاي اقدر اوصل من النقطه اللي حاطط فيها سبلايز للانتنسيف كير يونت باسرع وقت ممكن او ازاي السيرفيشن بتاع الاوبريتنج روم مش هيكون كونكتد مع الاول والثاني. دي الحاجات اللي بتفرق. ما هموش في كونتاكت ستارت اب نفس الكلام بالنسبه للانفرا ووركس اللي تقدر تبني سكيل لسيتي بالكامل على مدينه بالكامل تحطها على الارض وتحط كل الانفراستراكشر بروجكتس بتاعتك. هتحط طريق هيعدي ثلاث او اربع احياء تقدر تحطه وتقدر تحط معاه الليزر سكاننج عشان تعمل سواء ايريا فوتوغرافي او ليزر سكانر تقدر تطلع الاكزيستنج كونديشنز تقدر تعمل فيكل عمليه فيكل تراك تشوف طبعا احنا عندنا طريق جديد. الطريق ده هيقدر يكفي الفيكلز اللي بتمشي عليه. لو عندي اتوبيس النهارده هيئه المواصلات عايز تنزل الاتوبيسات اللي هي دورين الخط الخمس ادوار بالتاكيد هم عشان يعرفوا الخطوط دي هتمشي فين هم عدوا على كل الخطوط بتاعتها وتاكدوا ان الارتفاع اقل من الارتفاع الكبير. بس انا مش محتاج ان هو في مره اقول لو كانت المعلومات مش دقيقه 100% او فعلا ما حدش نزل وعدى وقاس الارتفاعات بتاعت الكباري واللوحات اللي نازله من ناحيه لو انا عندي ديجيتال بي موديل اقدر وانا قاعد في المكتب واقدر اشتغل واعمل تشيكنج ان الروت
القرى اللي هنعدي فيها الكنيسات الجديده او اي هيلث كونستراكشن دي فعلا هيقدروا يعملوا التيرم الجراديوال بتاعها يكون مدى بسيط ولا يحصل لنا حاجه زي المشاكل اللي بتكون بتحصل. طيب البنتس الثاني خاصه بالبوست كنترول دي كانت حاجه من الحاجات اللي هو قال له عايز بيتر كنترول. انا ينفع من خلال الدودي جونز والبروتوكولات اطلع الكميات اللي منها اطلع حسابات المشروع بتاع المشروع. المشكله ان وانس ما يجي يبرمج مشروع عملاء الكميات ما بقتش لازم ارجع اعيد الانبوت ده مره ثانيه. ولما اجي اشوف الحته دي اتغيرت او هي اتغيرت مع السكشن الفلاني اصرف عليه في حته دخلت فيها ثانيه محتاج افصل السكشنز من بعض اختصار كميات ما بقتش اكتر. علشان اعدي من النقطه دي بيكون عندنا طلع منه كميات بشكل اوتوماتيك وبرضه السيرفر او الانفرا بوكس الاول بيطلع عليه الشيكون بيطلع كميات الباترن سيل من المعلومات ديجيتال والتغييرات بتحصل بتعملها ريفليكشن على الكميات بشكل تمام. طب في حد ممكن يشغل فيديو زي ما انا عايزه في الباوربوينت؟ هو شغال دي الكميات اللي احنا بنستخدمها في النابس وورس. النابس وورس في حاجه اسمها كونفيكيشن ودود هي معموله اكتر في الكونتراكتورز. ببساطه شديده جدا لما يكون عندك حيطه مرسومه او خلينا نعمل مثال بسيط لو استراكشر عزل الخرسانات اللي بتكسر من تحت. فالرجل انت بترسم الاعلى الخرسانه بس مش هتحط لها عزل تحت. لما تيجي استخراج الكميات محتاجه تعرف العزل. في نابس وورس بتختار تبدا تعمل حاجه اسمها ريسورس كاتالوج تحط كميات العزل تحط معادلات تكسر منها الكميات دي من المعلومات اللي طالعه منها اوتوماتيكي ان انت تعرف تختار الاليمنتس ودراج اند دروب على الكونفيكيشن وورك بوك الكميات تطلع عندك هنا بالتفاصيل مفيش حاجه جديده مفيش حاجه طالعه يعني زي ما بيقولوا ايه من جوه السيرفر انت مش عارف هي جايه منين ولا مقصوده فانت اللي معرف كل الكميات اللي كان عندك قاعده ليها طول وليها عرض وليها ارتفاع حطيت المعادله بتاعتك بره اوتوماتيكي خدت كل الانواع الموجوده وطلعها كميات بتاعتها. الباور هنا انك لما تعمل ابديت للموديل تقدر تعمل تشينج اناليسيس تعرف الكميات اتغيرت في اي مكان تقدر تعمل لها اكسس بعد. عندنا الراجل وعندنا النابس فورس للكونتراكتورز تمام. وهنا لو هو انت ليه جيت حيطه معينه دخلت في ليفل معين من المشروع وعملت تغيير معين ايا كان مجرد ما تعمل ريفريش للموديل في النابس فورس هيتعمل ابديت للدين هم هيلاقي على الاليمنتس كلها اللي حصلت لها ساعتها اقدر اكسبت التشينج او اعمل ديليت للتشينج زي ما هو تشينج اناليسيس از فيري بوك. النقطه اللي جايه بقى الكميات الديزاين كوردينيشن يمكن ما وصلناش يا اخوان ما عرفتش ان حد عمل الفايت بوكس ده يمكن لو فكرت ان انتوا اشتغلوا على الحاجات شويه حاجه قديمه بس انا عايز اسالك سؤال ايه الفرق ما بين اللغه دي وما بين يعني ايه الفرق ما بين فريق وما بين فريق؟ انا خدت اللغه حطيتها على سكيل يعني بغض النظر لو كان افشنسي احسن بس انا خدت اللغه حطيتها على سكيل لما تيجي تعمل مقارنه قيمه حصل فيها كلاش ما بين الضغط وما بين اللغه فلما تحلها مره واحده في الريفت هتحلها. اللي انا عملته هنا كان السويتش باك فانكشناليتي ودي الفاليو انت لما تشتغل على سيستم من شركه عامه من اوتوديسك كل البروجكتس تقدر تتكلم مع بعضها الانتجريشن والكونتينيوتي. السويتش باك فانكشناليتي لو عارفينه الناس وورس بدوس على السويتش باك بيفتح لي الفيلم وبيعمل زوم على نفس السكرين اللي انا شغال في الناس وورس بقدر احل المشكله بتاعتي هنا بعمل سيف فيرجن جديده من الريفر برجع على الناس وورس بعمل ريفرش وراني فلاش تيست مره ثانيه. ده لايف يعني هنا مفيش اي كومنت في الموضوع حليته بعمل ريفرش في الموديل لاحظوا كمان ان كان عندي استيميشن مارك تقول ان الموديل از اوت الابديت فبعمل له ريفرش ولكن انا عندي الكلاشز كلها اتحلت في الكابل بتاعتي فمن ثم بلاقي الكلاش وعندي بقى كلاش مانجمنت ريزوليوشن وستريم لاين. طيب بعد كده لما انت بتشتغل على سمارت بورد لما نقف في مين مستعد للبروتيشن دي بس دايما كان بتاخد مننا وقت كبير جدا يوم الخميس والممل لو نقعد نتكلم ومحدش فاهم التاني بيقول ايه واللي انت فيه عمال يحكي حكايات وقت ما تشتغلش قاعد لا لو خلينا الموضوع على ديجيتال سكيل لو فتحنا الموديل وحطينا ثلاثه مع بعضهم وابتدينا نتكلم على الموديل مش عارف ايه شغاله بس دي كانت السمارت سكرين تمام وبقدر اعمل فيه ووك ثرو واقدر احط الكومنتس بتاعتي على كل موديل كل الناس لها بيحصل ايه انا بقى
عامل لنا 360 بلاتفورم كل واحد بيجيب كومنت في الايميل بتاعه فبتحتاج تحل المشكله دي في الموقع. الطريقه دي احسن ولا طريقه الكورنيشن ميتنج على كودي جونز لما نقعد نتكلم ونحاول نفهم بعض هو ده طبعا ايه وضغط طالع نازل فاليو. وطبعا في حاجه اخيره تاني ان انا اقدر ادخل الموبايل كمان ادخل على جوجل من ايباد او اندرويد. الفيرجن الرابعه الفيجواليزيشن كلنا بنستخدم في مجال او يأس بروجكت كامل او عارفين الحديث هو الثاني ممكن نعرف ايه مشكله في الجدول ده هو الجانت شارت. ابسط حاجه لو انا مش فاهم وانا عايز اشتغل مش افهم الموضوع ده هيتعمل ازاي، اولا هو عباره عن خطوط وانا معرف الاكتيفيتيز علاقتها ببعضها. ان الباتري كوميونيكيتد بلان بتاعتي او الاكسكيوشن بلان مع السايد تيم هتكون صعبه جدا ان تتكتب لو استخدمنا البيكوب ان انا اخلق هو الناس واجيب معاه الاستاذ اقدر اربط الاثنين ببعض واعمل فيجواليزيشن للاكسكيوشن بلان بتاعتي هتكون عامله ازاي. مش بس كده انا هوري التيم هيشتغل ازاي اذا البيكوب اشتغل، وكمان اقدر اعمل تراكنج للبلان فيرسس اكشن اجيب المعلومات من الواقع وفيجوال هي البلان بتاعتي هتكون ايه والاكشن اكسكيوشن هيكون عامل ازاي. الاكتيفيتي الموجوده عندي فوق فيجوال رابط ال 3 دي موديل بالتاسكس في طرق كتير جدا موجوده اوبتمايز وتقدر عن طريق التاسك نيم والاوبجكت سيس والنابس ووكس تعمل كلها تاني ما هياش بروسس صعبه وعريضه. ومع ذلك حتى لو السليكشن اوف اليمنتس من النابس ووكس حصل تقدر توري ايه التاسك اللي شغال عليه اي بوينت اوف تايم تقدر توقف المشروع وتشوف التوتال كوست بتاعك هيكون عامل ازاي اللي هو جاي من الكاميرا. وتاني تقول نابس ووكس ما هوش بلان تقول انت ينفع تعمل بيه هاي ليفل بلان لكن انت ستيل محتاج انتجريت مع الكاميرا او الام اس بروجكت عشان تطلع الفيجواليزيشن. الفكره في البنك اخر بنك هنتكلم عليها النهارده وهي بيم فور كونستراكشن بيم تو فيد وفيد تو بيم زي الفريق هنتكلم عليها بيجي واحد وبقى عامل فانكشن عليه هو في حد معانا هنا يا جماعه سيرفير اشتغل بالبوتر ستيشن واحد بس ماشي بس متصور لو تيجي تساله اي سيرفير لو تيجي تطلع النقط من الاوتو كام بتعمل سيبك ده طبعا الاولد واي جراف ما فيش اي معلومه هتطلع بس لو فرضنا ان حد الاوتوكاد هيحصل ايه عند كل نقطه انا محتاج اعمل لها بلاي اوت محتاج اطلع اكس وواي وزي فورمولا حتى لو هتطلع لي اوتوماتيك من الاوتوكاد ان انا اختار النقطه اللي هتطلع كورنتس بتاعتها بس هي اوتوماتيك وغالبا بتشتغل على كل وكل لوحه لازم يكون ليها كورنتس اتليست زي فاليو مختلفه عن اللوحه الثانيه لو جاي بتمثل كلاس فلو سكند فلو الى اخره. الفكره كلها ان انا عندي 3 دي موديل ليه ما استخدمش الاكتف 3 دي موديل؟ ان انا اطلع النقط دي في تول في اوبنس اسمها بوينت لاي اوت من غير التول دي كان الكاستمرز بيحاولوا يدخلوا على الريت بارك ويختاروا النقط الفكره ان هو عنده بروجكت واحد بين كل الدنيا كلها كورنيت وتطلع منه بس كان الفرق في السن باستخدام البوينت لاي اوت بتقدر تحط الاف النقط على الباكس كل مشروع مثلا هاخد مثال سنجل بلاي بتكون النتيجه انك بتطلع كل البوينتس اللي محتاج تحطها في المشروع بتاعك من الكورنيت موديل ودي كيس ستادي حقيقيه موجوده في البي سي ال كونستراكشن حطوا النقط في كل الكونكريت ستيكس مره واحده. ومن النقطه ان الرابط كله عم بيخش على البين 360 وبقت اداه الريست بلاير على الايباد. نزل بعد كده خد الريموت توتال ستيشن اللي هو بيحتاج وان هاند اوبريشن هو واقف بس واقف ورا البريزنت ومعاه كنترولر. والريموت توتال ستيشن مش موجود بيقدر يعمل لي اوت بوينتس وكل حاجه بيعملها لي اوت بيقدر يكونكت في نفس الوقت الاسبيكت كويس. لو انا نزلت النهارده واضطريت اتحرك شمال شويه كلمه سي هحط حاجه ثانيه هاخد الاسبيكت كويس هبعتها مره ثانيه للموديل علشان الديزاينر يعمل اوتوماتيك ابروف اللوكيشنز بتاعها سواء بنتكلم على سكيمز او بنتكلم على الضغط وترجع مره. ده مثال لبابوك توتال ستيشن. لو بنبقى عارفين السيرفي هتلاقي ان التوتال ستيشن عادي يبقى فيه اثنين واقفين واحد ورا توتال ستيشن واحد ثاني مع البريزنت هنا دي 1 9
دي الماي ستارج. بس مع ذلك لو انت ما عندكش روبوت فوتر ستيشن في الموقع بوينت لاي اوت بيشتغل برضه مع التراديشنال فوتر ستيشن، بتوفر وقت كتير جدا انك تطلع النقط من البولت وتبعتها في اكسل شيت او تكست فايل بيكون عن طريق الفوتر ستيشن بيجمع الاسبيل بوينتس ويدخلها على البولت عشان تعمل ابديت للاسبيل بوزيشن. السؤال هنا او الفاليو بتاعي مين منكم واجه مشكله ان الاسبيل بوينتس اللي في النهايه مالهاش علاقه اصلا بالمشروع؟ الناس كلها بتضحك في مواقع كلية هنا. يعني لما تيجي نهاية المشروع تقول لك أنا عايز أسبيل بوينتس بعد ما تكون خلصت المشروع تقول لي يعني خد هي دي. هي دي أحلى حاجة وصلت لها في المكتب، دي اللي لازم تحطها. هي هنا بتحس المشروع. مشكلته في الآخر مش مشكلة، ده التمرين على طول بعد كده يعني جود لك. المشكلة الحقيقية بتحصل لما تلاقي جول في وسط الكونستراكشن واضطريت إنك تغير حاجة من المكتب وبعد كده الحاجات دي مأثر على شغل بعد كده. لو عملنا الاستغلال الورك فلو ده بيعمل اوتوماتيك ابديت وهاي كنترول هنطلع في النهايه بروجكت كواليتي عالي جدا، هنقلل الخطا اللي هتحصل في المستقبل. كل ده هيرجع لنا امكانيه ال 30% اللي اتكلمنا عليها في الاول في الكوست اوفر ران والعطل والويست ماتيريال والتايم اللي كانت. الحاجه الاخيره اللي موجوده عندي بقى الاستخدام الثاني في الكونستراكشن اللي هي الام تي. مشكله كل التكنولوجي اللي معموله ان هي بتستخدمها يا اما تريلر تكنيك الاوفيس سايد يا اما في الديزاين اوفيس. لكن الحقيقه ان اكثر 75% من تكلفه المشروع احنا بنعملها في الموقع نفسه. الناس اللي واقفه مهندسين الموقع اللي بيعملوا كل حاجه وبيواجهوا مشاكل لو الشغل ده ما اتعملش كده وتفضي بتاخير في المشروع بقى. لو احنا عملنا بنش 60 باستخدام اي موبايل ابلكيشن اي سمارت فون او تابلت نزلت الموقع وقدرت اول حاجه ادخل على الليتست فيرجن من اي موديل او اي جوه موجود او الدرون طالع من بره ده هيكون فاصل. مش هينفع بعد كده ان انا ما عنديش اكسس للبروجكت ولا نزلت المشروع ونزلت الموقع ونسيت اخد لوحه معينه او ان انا اصلا بشتغل من لوحه او دي فيرجن 1 ودلوقتي فيرجن 5 موجود. مش هينفع. النقطه الثانيه خاصه بالسيفتي بروجرامز والانسبكشن. لما بنزل اعمل انسبكشن النهارده وانا واقف قدام الموقع غالبا انا معايا وقت بعدي على الكاس لو لقيت مشكله بطلع السمارت فون بتاع الصوره وابتدي اكتب في الباقي اشوف المشكله دي عامله ازاي. لما ارجع المكتب اروح اقلل الكلام ده كله على اكسل شيت وابتدي اطلعه للدوكمنت مانجر عندي علشان اعمل لها ديستريبيوشن على السب للسب كونتراكتور او ابعتها بعد كده للديزاينر لو محتاج ان انا اخد الكونستراكشنز. احنا لمينا القصص دي كلها وخليناها في خطوه واحده هتخسر وقت الكونستراكشن عن وقت المشكله نفسها. ان انت بتطلع المطاريات تقدر تحط زي كوستن زي ما بتتعلم على اللوحه فعلا تقول ان في مشكله عندي فتحطها برضو على اللوحه تحطها على اللوحه الديجيتال على الايباد او الاندرويد ديفايس وتكتب المعلومات وتاخد صوره. كل ده هيكون موجود في هيستوري واحده في بريد واحده لنفس الايشو اللي احنا هنشوفه مع الجي في البين 360 توك سيشن اللي هتحصل في الاخر. ومجرد ما تعمل اساين للشخص اللي المفروض يحل المشكله دي معاك هيبعت له ايه نوتيفيكيشن في كل المعلومات الموجود. وفرت وقت عملت معلومات صح. كمان في اوتوميشن عاليه جدا ان مش كل واحد ينزل الموقع يطلع مشكله هيكتبها بالوصف اللي هو عارفه على حسب الاكسبيرينس بتاعته. في هنا شيرنج اوف نولج ممكن تعمل تمبلتس للمشاكل نفسها وتشير لكل مشكله او اكثر من المشاكل اللي موجوده للسبيسيفيكيشن سيكشن اللي موجوده جوه المشروع. اي سيكشن هتحتاج تكتبها في ايديك مره ثانيه وبرضه تختار التمبلت تنزل الحاجات اللي موجوده تعمل لها اصلا يا اما للشركه يا اما للشخص اللي هو مسؤول عن هذا الموقع. بتعمل نوتيفيكيشن. ايه الميزه هنا؟ ان كل المشاكل اللي بتطلع بيتعمل لها تراكنج من ساعه ما عملت لها نوتيفيكيشن لحد ما تقفلها. لان السيستم اوتوماتيك بيبعت نوتيفيكيشن كل اسبوع بكل التوبيك ايشوز اللي موجوده واللي ما اتحلتش. وكمان تقدر تعمل سورت اناليسيس زي ما سليم قال في البرزنتيشن بتاعته عن مين سبب المشاكل دي. واحد من الكيس ستارتس في البي سي ال تحديدا اي شركه اللي كانت بتستخدم البوينت اوت هم من اكثر الهيد يوزرز اللي بيستخدموا البين 360 لقوا 75%